السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني، كيف حالك؟ اليوم تأخرت على المدرسة وأمس تأخرت أيضا. كيف نجد حلا لهذه المشكلة؟ أنا عندي فكرة، ما رأيك أن أركب الدراجة إلى المدرسة؟ فكرة جيدة، هيا نذهب إلى معرض الدراجات. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. نبحث عن دراجة لابني محمد. نعم، سأريكم أنواع الدراجات، تعالوا هنا. أنا أحب الدراجة الحمراء. هذه دراجة جيدة. شكرا يا أبي. السلام عليكم، هذا مشروعي. مرحبا إلى سوق الدراجات. هذا أبي، هذا الأب ومحمد. هذا بار إلى المكتب. هذا دراجات وهذا خذة. ما هي الطرق الذهاب إلى المدرسة؟ أنا أحب ركوب الدراجات. الذهاب إلى المدرسة على الدراجات. الدراجات أمر ممتع. إنها أيضا طريقة الحفاظ على البيئة. الذهاب إلى المدرسة على الدراجة هو أيضا تمرين، مما يجعلك بصحة جيدة. لذلك عندما تركب دراجة إلى المدرسة فإنك تساعد نفسك والأرض. إلى اللقاء.